Să rămână. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصحبه أجمعين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق ونحن حق حمده. ونشكر حق شكره على أنه أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان وبذلك نعمة. يوم شو شعبنا بس قطعا في حالة نتحدث فيها. الدنيا هذه سبحان الله شعب كمان يخلق أشكال وألوان. المرأة هذه كل امرأة غير قادرة على إنجاب الأطفال ومنذ حوالي 11 عام وأنا أعرضت على أطباء اختصاص دون جدول وقعدت الكل تطلب برشا أموال ومصاريف باردة كما أثر ذلك على نفسيتي وأعصابي مما جعلني أذهب إلى طبيب نفسي والإنساني إضافة إلى الضغوط اللي أعملها من طرف عائلة مع زوجها وتهديدي بالطلاق. سيدي الكريم اطلب اصحاب الكلمة الرحيمة اعادتي لقيام بعملية قصد انجاب الاطفال. هذا الملف نتاعها. من هذا اللي قريته الجمعة اللي فاتت قلت لك قبل ما كشت نمشي اللي عندي بعته. تحب عرسي واهل الرجال هي اللي طلبوها خاطر رسمي. حموها قال تعرف كان تاكل في شكل ديالك هو تعرف كان تاكل وتشرب بكيت ما تقولش عليا قالت بنت فاميليا راني ما نحبش كان مش عاوني يعرفني يتفضل صلي معانا اليوم ها النهار سمعت امراه راجلها باش يطلقها على خاطر تدوز الزهر في الثالث قالت طيح قالت طيح وش طيح ما طيحش طيح ما طيحش قدر ما طيحش هاش وخلى جاب الثالث وقعدت فيه تطلب تاكل شوف ربي قال يا هم من يشاء اناث او ذكور او يزوجهم اناثا وذكور معناتها الانثى والذكر وشكون يخليها عقليا لكن نحن في ربي دي موجودة عندنا برشا حاجات بعد مش نعم جاب سكيت عمتو بيت كل مشات للخارج عملت ما جابتش وهي قاعدة وربي تعلمها عندما يقول الشيء كل بعد مش حسنا قال جاب سكيت عندي شكون في جوا لغاتي قال لي سبع زولاني جبتو بال يعني طبيب يعني حط راح يفتح يعني الدماغ نتاعو وجبت وقال لي ما عجبتش شي مرات قال لي نصلي نشد ربي نصلي نشد ربي بعد عمية قد مرتي حبت جبت الثاني قال لها ربي بيت ربي ولدي فرحان بالحمد ويبكي ربي يقول لي ثم بالماء قد يقول ربي راهو ربي راهو موجود يا سيدي راهو العمل بكالي انسان يعمل تثنية عند ربي ربي يرحمه سبحانه وتعالى احنا هي كان فماش من يعملها اذا يقولها باش ربي سبحانه وتعالى يخلي بباب باب الانجاء او باب شنو اللي خاطر صح في زكاه هذه اللي عنده زكاه مش احنا المياه الله يبارك المياه والدينار و5000 و10000 ما عمل حتى شيء كان اللي عنده ربي تعمل بحيث ربي سبحانه وتعالى سميع مجيب بلك دلنا باش نمشي نرجع نحمد والحمد لله بارك الله بارك الله فيه شنو سماه نرجع نحمد خاطر كل جمعة نقضي بالشهر نتاع الإنسان والحمد بفضل الله سبحانه وتعالى ربي يسخر عباد المؤمنين كل ما تقرأ شكون يعاون ربي يعاون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقص مال المال ينقص من الزكاة ولا من الصدقة هو العمر يقول العمر أنت
رب يعوض ذلك، هو يجب متع فيك يعوض ذلك. كل من اللي يخرج ربي سبحانه وتعالى يخبره له كنز يوم القيامة، ثم يعوضك في الدنيا ويشكرك. رب يشكرك، تقول يا ريت انا عندي دعوه الباهيه، دعوه الامل ما فما. النبي صلى الله عليه وسلم ما نصر ربي الا بالدعاء، وكل نبي نصر ربي الا بالدعاء. الدعاء هو سلاح المؤمن. وعشان تقال لنا الدعاء، شوف الكفره الظلمه الملحدين تغوا علينا، وسلاحنا هو الدعاء. لكن ربي يقبل الدعاء الا المؤمنين الصادقين، ولا لما انطهروا أرزاقنا وقلوبنا والألسنة بتاعنا. قال أنا مستجاب لك ورزقك حرام. لما نكون طاهرين في القلوب والألسنة والأرزاق، وقت ربي يستجيب الدعاء بتاعنا. يا رب كن حاضر يا عبد. الله عبد باش نختم بحالة أخرى اللي نعرف شكون اللي مشى لفرنسا، مشى ما عرفش فين، ومن حتى اللي مات على جناحات وما جابش الصغار. كيف سلمت ومشات في الكل، آخر باب شكون؟ هو باب الصلاة، ولد الصلاة. بعد الصلاة ولد تدعو في الليل، تقوم الصباح تكتب يعني قبل الفجر تقول يا ربي، ورب يسمعها وجابت الصغار. وجابت الصغار على اخر دم تكون على باب ربي سبحانه وتعالى. بعد ما دقت الكل، الكل مسكر، الباب مفتوح عز وجل. اساله عز وجل ان يعين هذه المراه ويفتح عليها ان شاء الله، واللي عنده شعور مادي معنوي برايي باستشاره في هذه المسجد هذا قدامه، والتليفون هذا وربي فيكم ان شاء الله. اللهم صل افضل الصلاه على سيدنا وخاتم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على المنهج ومن الكلمات. كلما ذكرك وذكرنا الذاكرون وأغفل عن ذكرك وذكر فيكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نزل الكتاب ولم يجعل له عوجا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في افعاله فلا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه وخرج منها داعيا لامته شافعا لها الى يوم الدين. فكان صلى الله عليه وسلم نور، والقران نور، وكانت السنه النبويه نور. وكلما تمسك الذهن كلما حظي بالنور الذي لا ينتهي ابدا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ورجاله واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أكثر ذكر الله أحبه الله. كلام بسيط قلت به، لكن معنى فيه من أكثر ذكر الله أحبه الله. يا سعدك، شكون اللي يحبك؟ ربك اللي خلقك. باش يحبك قالك اذكرني فقط، باش تذكروه بالاعمال الصالحه وبالافعال اللي يحبهون. يقول عز وجل البقره 52: فاذكروني اذكركم. معناه اذكروني بخدمتي، أذكركم بنعمتي، أذكروني بالشكر، أذكركم بالقربة، أذكروني بالرجاء، أذكركم بتحقيق الآمال، أذكروني بالتوحيد، أذكركم بالتأييد، أذكروني بالخوف، أذكركم بالأمان.
لا للشرق ولا للغرب. يقول عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفعلا اطمأنت قلوب بذكر المولى. هو أنت بيتك قلت كنت ربي تنفست شوية إشغالي وفقني عافاني علي بي بكل نعمة هذا أنت عبد هو ربك والماشي. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قرب أجله بكاء، بكاء لفراق المسلمين، لأنه علم أنه لن يلقاهم إلى يوم القيامة، فبكى صلى الله عليه وسلم لفراقهم، كان يحبهم ويحبوه. ثم وقف خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، تركتكم كشجرة، أنتم أصحابي كشجرة لها ورق بلا شوك، شجرة فيها أوراق بدون شوك، ومعناه الورق هو الإيمان والشوك هو النفاق والعياذ بالله. أي تركتكم يا أمتي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، تركتكم على الدين الحنيف الذي لا يزيغ عنه إلا هالك. فعلا كل ما سيزيغ عنه يهلك. هي أمك تصير يرقها ربي وعد ربي ينفذ فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من بعد ذلك ستكون أمتي بعدها كشجرة لها شوك ولها ورق. بعد الطبيعة الأولى من الصحابة بتاعهم والأمة بتاعهم فيها شوك وورق، يعني أمتي ستكون فيها النفاق والإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم بعدها ستكون أمتي كشجرة لها شوك بلا ورق. أي لا يبقى إلا النفاق والعياذ بالله، وهو حب الدنيا وكراهية الموت. أي في آخر الزمان وهو ما نعيشه الآن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم لها نفاق بدون إيمان إلا ما رحم الله تعالى. فلا ترى منهم عابدا إلا مراهيا. الرجل يعبد الله سمعة ورياء. الرجل في المسجد يقال فلان يصلي، يزكي يقال فلان يزكي. أصبحت الأعمال لله والناس. يقول كذلك صلى الله عليه وسلم في خطبته: ولا ترى شيخا إلا ظالما. كيف أن الشيوخ ظلام في هذا الوقت في آخر الزمان؟ الشيوخ لا يرضون عن الأبناء إلا بالمال ولو مال حرام. دين اتبدلت، القناعة فلت، لا يرضون عنه إلا إذا نجحوا في امتحاناتهم الدنيوية حتى ولو كان ليس لها سيرة بالآخرة أو تغضب الله عز وجل. يحب الدنيا بخمسة آلاف في عقاب ربي، نجحت ولا لا؟ سرقت، غشيت، عديت رشوة، عملت حاجة، المهم النجاح، النجاح. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعرضون على أبنائهم إذا نجحوا وحافظوا كتاب الله. هاو شرطة النجاح والإيمان، النجاح والقرآن. كانوا يعرضون عليهم إذا صلوا الصلاة في وقتها. يرد عليهم الصلاة. أين هم نحن الشباب الذين يصلون إلا ما رحم ربك؟ نلقاهم في المقاهي الخاصة ولا خاصة؟ مقاهي خاصة ولات إناث وذكور يتبادلون المساجات اللي فيها وما فيها. أنتم تعرفوا شو موجود. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرضون على أبنائهم إذا نجحوا في أعمالهم وأوثقوا الصلة بينهم وبين الله تعالى. مش بالرشمة. قال شو يتكلم عن رشمة هذا؟ أخذ بالك معناها عمل بتاع الرشمة. عيش العيش فاهم ولينا. يقول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة:
ولا شابا الا فضيحه. اي الفضائح منسوبه للشباب، الخمر للشباب، العربده للشباب، الزلطه للشباب، المسكرات للشباب. يقول شيء كلمه من فوق ممر عزلتها، لان معظم الشباب والصغار ايضا يضعون زلطه باش يعملوا. قريبا ستصبح الزلطه في البيوت، رجال ونساء، اولاد وبنات، وقت يصير المجتمع كله مسطول. وهذا لا يريد الغرب، هذا شيء يحب الغرب منا وعملائه داخل الوطن، اللي تسيب فيه واللي تحلل فيه واللي تجيب فيه واللي تبيع فيه واللي مغمضة عينها فيه، بيع وعيون يبيعوا في الوطن، مثقفون بيع وعيون كلهم يبيعوا في الوطن، لكن ربي موجود سبحانه وتعالى. في هذه الحالة تكنس كل وقت المثل، شوف الفساد والبطالة، الاختلاس، سرقة، الرشوة، وهلم جرى حتى من الناس مدور باللغان وكل يعطيك الرجل أمن يقول لك افرح بيا، طلع في الإدارة يقول لك افرح بيا، طلع في البنوك يقول لك افرح بيا، طلع ورقة افرح بيا، ماكل وياكل فاهم وشرب، ما عادش تفرح وما تطلعش مشكي ووقع. خلي بيجي الحق إلا بالتوحيد، الحق يفتك ما يتعطلش، الحق يفتك يضحي الأول والثاني والرابع وصل السفيق. أما تخاف ولا نخاف، والآخر يخاف الشر ما يهموش، والآخر المستعجل ما يهموش، الناس كلها تتعادى ولات، والعادة تلك العبادة. ونحن ماشي فلسطينية تو، أين المفر يا عباد الله؟ الفساد كثر. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا سامعا الا خائنا. اي كل صنعه فيها غش، نجاره الا مرحبا مش تسكر، نجاره، حداده، بناء، اي صنعه، حذاء، لبس، كل صنعه فيها غش. مش خلاك نخدم في الخارج حتى غادي يقول لا مغشوش، او الكفار مغشوش، واحد المؤمنين خافوا ربي مغشو في كل شيء غش. رسول اخبر بهذا: ولا سامعا الا خائنا. هذه من علامات الساعه اخواني، اللي يسمع كلمه هذه يقول علامه الساعه، علامه الساعه قلبه يخاف ولا لان يشوفها هي يرعب، وغير يقول ايا غد في ساعه تمشي الساعه نخدم زماني قبل تمشي الساعه، هذا ما يخافش ربي خاطر عايش دنيا اخرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا امراه الا ولا حياء لها. في اخر الزمان نساء يفقد منهم الحياء، هذه العذاب. احنا كنا حياء، كنا مسطورين بالخص المناسبات، تبقى شيء تكون مسطوره، تكون ما تخاف ربي، لا عراق، لا مساحيق، لا كلاب، لا اسلام، وانا راهو احنا ما نتعلموا في التلفزه ونتعلموا في المناسبات، وراهو باش يخرجوا النساء والبنات والاختلاط موجود، ما عندناش حياه 100% موجود في بردوس، بل في عهد بل قال المول كي يخرج في الشارع الوضوء نتاعو يوقفوا باش سيدي راه. لقد جاء في الخبر ان جبريل عليه السلام لن ينزل بأي رسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ينزل إلى الأرض ليرفع العدو إلا ما رحمه ربك، يرفع البركة من الأرض. سلام شهري بعد 4 أيام كل فات ما كانش هاش، ما عرفش مش كلمة الأحزاب قضيت حاجة منه مع الفكرة وقضيت منه منه، لا ما عرفش عنه شيء، يولي يعيش 3 أيام سادو والبقية جاية. وكلنا هكاك قد البركة انقطعت. قال يرفع كذلك يعني البركة إلا ما رحم ربك، ويرفع الحياء للنساء. الحمد لله عملوا نساء وبنات يخافوا ربي، يشتكي على الجميع، يحكي عن يخرج عن نطاق،
ويفعل الشفقة من قلوب الرجال. يولي راه خوف بلي كاسهم واحد ميت قلوب ترجف ونهار عندي من يوم القيامة. تو الميت حتى انا واحد نفدك ونحكيو على الكورة ونحكيو على الدرس ونحكيو على السياسة ونحكيو على الدنيا. ماتوا كيما كلبو كالخو كالمرا كالطفلة كالطفل نحكيو على الدنيا والميت في جنة قاعد واحد نحكيو. بلي انت الميت قيامة عنا. تكلموا يبكي. تو يضحك. مش البقر ويضحك. قال ثم اخر حاجه ليفعل القران الباقيه. مش يسردوا بهذا بصح لا نحي مصدور يولي ما عادش عارف يعمل القران. قال فاذا رفع القران قامت الساعه. الصحابه فجعوا شيء هذا. قالوا يا رسول الله متى يكون في امتك العابد مرائي وشيخ ضال والشاب فضيحه ومتى يكون في امتك الفقير كذاب والصانع خائن والمراه لا حياء لها؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا فعلت امتي هذه الخصائص. شو الخصائص؟ قال اذا اكرم الشعراء واهين العلماء وشاوروا النساء وخلطوا المال بالربا وجعلوا العلم والقران وراء ظهورهم والمال والدنيا امام اعينهم. يعني شعراء يكتسبوا. واذا ركب النساء السرج واذا كانت المراه من فرج ابنتها تقول ايش تعمل؟ مالك يخدم في الوتيل وفي اللجنات وفي الكباريات وتعمل 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 وترفعيات العالم ايش تسوي شغل الشبك عندك. ويرفعون اصواتهم في المساجد بحديث الدنيا ولا يرحم غنيهم فقيرهم. وش نسكر؟ عند الرحمه وربي تبدل جميعا. ولو وقروا صغيرهم كبيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أكرم الشعراء وأهين العلماء. يقول عز وجل صوت الشعراء والشعراء يتبعهم الغاوون. يعني إذا أكرم أهل الشعر أهل الغناء أهل الطرب أهل الرقص أهل الكلام الفاحش المبتذل. يعني نعم هذا ما نراه في بعض الأغاني عمرو الله والمنوعات الخارجة عن الآداب وهي كثيرة. بالعكس نحن تسابق إلينا أحنا ياخذ جايزة من العالم في فيلم تاعو يعالج الناس. قلوا مؤمن عريضة خذ جايزة. هند مسلمة خذ جايزة. كل ما تهين الإسلام كل ما تهين معناها أهل الله كل ما نقربك نعطيك جايزة. يتسابقوا لها شكون مسلم أكثر من غيره. وبصورة عامة كلمة هذه اللهو في التلفزة. شنو اللهو؟ اللهو هو معناها المنوعات اللي خارج عن النطاق. هو يعلموا فينا بربي شنو عطاونا المنوعات هذه. الله يجعلني فينا في الدنيا وفي الآخرة نتفرغ شوية وشوية الله شوية عقلنا لكن في الآداب. والله مرحبا. لكن هما يعطونا حاجات اللي يخرجونا عن الآداب وعلى خوف ربي وعلى رفع الحياة بين الأم وولدها بين الأب وبنته. خلال سنين هذوما تكون شقاء بالرب سبحانه وتعالى. ناسين كل ما عز وجل باش يحسبنا على كل لحظة من لحظة حياتنا. يتفرد ساعة بساعة لكن في طاقة معقول تكون أمنا عائشة رضي الله عنها ما تمتع به الأشرار إلا تمتع به الأخيار وزيادة رضا الله عز وجل. متع هذه حياة الدنيا ربعتين باش تمتع فيه لك بالحلال. غني مثل لكن أهداف عندها أهداف عندها قيم عندها ترية عندها أهداف. ما تبيعش الشعب الكل يصبح الشعب مايع لا يخدم لا يعرف ربي لا يعرف الآخرة لا يعرف أمه لا يعرف أمه. راك مسؤول والمسؤول سيسأل في أي ميدان كان في أي ميدان كان. الأبو مسؤول على أولاده والصحافي مسؤول على الناس والرئيس مسؤول عن المرؤوسين والمدير مسؤول معناها اللي يكون فيهم والمعلم تاع المرأة مسؤول عن الخدامة وكل مسؤول سيسأل. إذا يقول إذا أهين العلماء وراه كيفاش يدعوا في العلماء دين في المنابر يسمعوهم مش باش يتعلموا مش يهزوهم ويضحكوا عليهم يلقاو واحد الماضي يبداو يتزربوا هكا بشوي بشوي يبداو مالي كيفاش؟ معناها هو رب واحد عندهم عنده رب اخر. معناها كل حد يعني في
ما ياخذش منه معناه اللي خاف به ربي ابدا. قال اذا اهين العلماء اي نسوا العلماء ولا يذكرونهم الا في المناسبات. كما احنا توا يجي الموت تفكروا ربي، يجي مثلا العيد تفكروا، يجي رمضان، مش اي شكل معناها الدين. في المناسبات فقط الدين، القران في المناسبات يوم الجمعه ولا الجمعه ولا عندنا ميت ولا كما حكيت مره اخرى، يعني كل شيء في المناسبات مش اي شكل هي الدين. فالعلماء يا اخواني نور الانبياء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العلماء ورث الانبياء، العلماء هم اهل القران ونور القران. يقول صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقد رفع المصحف بيديه قال ان الله لا يعز بهذا الكتاب اقواما وان الله لا يذل بهذا الكتاب اقواما. نعم يا اخواني العزه في كتاب الله. شوف تو في شهر فيبري اللي هو شهر بتاع البر ومتاع الضر ومتاع السحاب، انا في هنا في السير والاخرى الاولى عملنا الاستسقاء شيء شعوة هذه. اي قلنا العين هذه بربك اللي عليك تجيب لنا الضر الاستسقاء صليناه قد شعوة ده وهنا ساكتين نفرجوا. هذا الانسان تلبس السره اللي اشترى صلى الله عليه وسلم كي تحكم فيك وتدور عليك ربي فماش حد على الله ولا سبه ولا غيره. وش سبه؟ يأدبها يأدبها. تعرف شكون خاطب هي؟ شعبنا الرسول عملنا شعبنا الأنبياء قد عملوا شعبنا استسقاء شعبنا. هاي رانا ربي عطانا ما نخوذ. قال أم عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أهلك وفينا الصالحون. تو هالشيء هذايا ما هو على كل جانب قصارح يطلع وكي يجينا بلاء لطف ربي يلطف بينا ان شاء الله ما هو باش ينزل كل على بعض. قالوا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم يا عائشه. قالوا كيف تصلى؟ قال يهلكون ثم يبعثون كل على عمله. كل انسان على عمل فقط. نعم لقد اعز الله تعالى بالقران الكريم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملوا بالقران الكريم، جعلوه نهج حياتهم، فكونوه اقوى امبراطوريه في العالم في ظرف ربع قرن، اي 25 عاما من شرق اسيا الى شمال افريقيا. عاد رسول يحكي في الخبر هذا، ايش قال الصحابه؟ يا رسول الله زدنا من علامات هؤلاء القوم في اخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم إذا خلطوا المال بالربا، يحكي لي واحد قال لي عندنا في الخارج شكون يعطينا الفلوس بالربا؟ قلت له كيفاش؟ قال هناك نحتاجوا نقولوها بالسوق اللي كنت في الكونت بتاعك 60 مليون. نتصرف يعني كنا نتصرف وسيرة. قالوا السوق اللي 60 مليون راكم تاخذوا معناها أقل من 50,000 أورو، معناها فما 10,000 أورو زايدة. قالوا نكتب ورقة تكون كذا. قالوا ما عنديش مش تعطيك. شكون قال لك انا مش عارفين انت مالكش مثلا؟ قالوا مش لازم. قالوا لا لا معناها يحب يصب له فلوس ويرى مش عنده في الرصيد ومن بعد يشتغل في خدمه بالربا. قال لي هذا عنده عمارات وعنده كراهب وعنده دنيا باش يتعامل ياخذ يبدل. اخبروا من هنا في الجامعه سالني قال لي فما شكون عنده يعني شيك او معناها هو يخدم المول المول عطاه شيك قالوا بعد الشهر خلصوا. قال لي خدام نحب نخلص توا باش نعمل مش هذا واحد قالوا ساعه ما تحبش نعطيك معناها الشيك تعطيك الفيزات ورشا صبوا. قالوا رجعني مليون و100. قال لي ربا قلت ربا ما تعملش قلت بربي تو يحرك البيبان فلوس فلوس يبدل وعندنا شكون يخدم منك وموجود وانتم تعرفوا موجود مقصود ما كان غلطك تاخذ ما كانش لا انت ما تزلش ما ناخذوش انا ونموت وما تسالش باش تشجعوا الشهور. هو مش شهور احنا احنا خلنا نقول في شهور نسكت نقول في شهور ما تقضيش بعون الله عز وجل ما تقضيش ما تعملهاش وإذا تضحية باش الناس تتربى. قالوا زيد يا رسول الله قال إذا خلط المال بالربا نعرفوا احنا اللي ما تلاش برشا الربا كلاها شوية ما تلاش برشا كلاها شوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم من الربا أشد عند الله من 33 زانية. الربا منقوط عند ربي منقوط. يقول صلى الله عليه وسلم وجعل العلم والقرآن وراء ظهورهم، أي يحرص الإنسان أن يكون متعلما
يكون حاصلا على الشهادات الدنيوية ولا يحرص يتعلم القرآن. ونور الله أن يكون فقيها جعل الدنيا أمام أعينهم. وأقول لاحظوا معنا كيفاش، مش تقريب فيزيك ولا مات ولا حاجة أخرى، مئة دنيا تحط عليه باش ينجح معايا معناها كنت فارغ حتى حتى ما سمعنا المؤاد مرة قال فما شكون اللي يقلي في ولاده القرآن فلوس 5 دينارات تقريبا في الكلاب ما يعطيهمش باش يجيبش والأساتذة 100 بالطاولة، الطاولة فيها مليون وما نقضيش غير فيها 4 1 2 3 5 ثم حرام جيبوا حتى 10 أنا نحب الطاولة بمليون هيك بتسلمون وفي النهار يطلع 3 دولار وفي الشهر 10 طاولة. شكون عمل كيما هيك؟ شكون شجع؟ شكون خلى هيك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له، لأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. استعملها يا أخي المؤمن ماضية للآخرة. الدنيا اخدم صور مليارات وخذ حق وعطي حق ربي وصور. الزهد مش في البطالة، الزهد مش عم تعمل، الزهد في أنك تجعل الدنيا في يدك مش في قلبك. صور المال وعطي ما تاخذش، هذا هو الزهد. نعمل المال الصالح للعبد الصالح. الصحابة سمعت هذا الكل ايش قالوا؟ يا رسول الله هؤلاء يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن كذلك؟ خيارون اللي يعرفوا ربي، يعرفوا القرآن، يعرفوا النبي، يعرفوا الدين. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن والقرآن لا يجاوز حناجرهم، ما يطلعش في ربي بس ربي. وقلوبهم مسودة بخبيث أعمالهم. نحسبوا بقى قلوبنا بيضة ولا مش بيضة؟ فما شكون اللي كان مشخوط وعنده عامين 3 4 سنين؟ أخته ما يعرفهاش، بوه ناكلوا، خالته ما شافهاش، جيرانه ما كلمهمش، وهذا ما جرى. عندها يسمعوا الصحابة كما هكا، وقف الإمام علي رضي الله عنه وقال: من مخرج يا رسول الله؟ شو نعمل كان في زماننا هذا؟ شو اللي خرجني من شيء هذا؟ المنقوط هذا؟ إن أدركني هذا الزمان يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. بس الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولمثلكم كلهم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصدق الأمين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الأطهرين أجمعين إلى يوم الدين. عباد الله، حتى الإنسان يفكر في الحساب في عيشته فقط، يوم الحساب يوصل الصراط على جهنم. هذا الصراط ممر أحب من السيف وأرق من الشعر، وجهنم سوداء كالليل المظلم، ويكون الناس في ظلمة ثم يؤمرون بالمرور على هذا الصراط. قل لي ظلم كيف شبر هو خيط أرق من الشعر وأجمل سيف؟ هو نحن كنا في السيف معناها يلعب يبدأ عامل أعصار شيشة التوازن بتاعه ومتريد طول عمره، انت على القاعة ما تشوفش كيفاش على الخط، شو دعوة على على شعره. قال: ثم يؤمرون بالمرور عليه وبوزع الأنوار حسب أعمال العباد. كل إنسان يرى الصراط حسب أعماله، أعمال طيبة ضاوية قدامك، مظلمة ما ترى شيء، نخمم فيها مرة هذا، ماشي ونفس كل نعمة. صلى الله عليه وسلم
أشكون يكون المصير بتاعي؟ أنا أقول محمد صلى الله عليه وسلم. شو المصير بتاعك؟ إنه هو من أخرى سائقة واللي توا عايش السودان في أوروبا إلى غير ذلك. لقد جاء في الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الإسراء والمعراج، ورب كرمه أنفع من المعراج الأحداث عز وجل. سأل ربه عز وجل ماذا سيعطي لأمته؟ خم علينا صلى الله عليه وسلم. قال ستين أنت يا ربي، وقد أعطى تعالى أهل الجنة بنا. فقال عز وجل أعطته الجنة ثم عزلته عنها، قال رب نحيته منها يا محمد، وأنا أعطيتك يا محمد وأمتك الجنة ولا أعزلكم عنها. قال صلى الله عليه وسلم قلت أعطيت نوح السفينة، سفينة بتاع النجاة، استطعت لأمتك أنت يا رب. قال جعلت لك ولأمتك الأرض مسجدا طهورا، وين يقعد يقبلني ونقبل كلامه ونقبل دعاء بتاعه ونقبل صلاته، وين يشكي الأرض هذه؟ قال كنت سيرت النار بردا وسلام على إبراهيم. قال تعالى كذلك أجعلها لأمتك يوم القيامة. رب النار جعلها لنا إن شاء الله نكون نور محمد بردا وسلاما. قال قلت أعطيت لإسماعيل زمزم، يقول له أعطيتك الكوثر في الجنة يا محمد. قلت جعلت له الفداء، ده كبش من الذبح. قال وجعلت فداء أمتك من اليهود والنصارى. ما رب يخلقنا والعباد عملهم مكان في الجنة وكان في النار. إذا كان يأتي يدخل داخل الجنة مش ياخذ مكانك في النار، يهودي ولا نصراني ولا مشرك، وتاخذ أنت مكان اثنين تعوا تتوثوا. جعلت لك مائدة هي الكرامة والشفاعة يوم القيامة يا محمد في أمتك. قلت أعطيت داود الزبور، قال أعطيتك سورة الأنعام وما فيها الأحكام. قلت كلمت موسى على جبل الطور، قال كلمتك على بساط النور يا محمد كنت في العرش تحتي. قلت نجيت يونس من ظلمات الثلاث، قال كذلك أنجي أمتك من ظلمة القبر وظلمة القيامة وظلمة الصراط. يا رب نجينا إن شاء الله، إن شاء الله نكون أمة محمد. لذلك عباد الله فاحرصوا على أن تكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقية بالعمل لا بالكلام، الكلام الذي ليس له فائدة، حتى يصون الله تعالى على الكفار والمنافقين، لأنه إخواني لا مخرج إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي رسول الله صلاه تتقدم بالارض والسماء. اللهم اني داع فامن اخواني. اللهم يا من احسانه فوق كل احسان، يا من لا يعجزه شيء، اجعلنا من المتبعين لشريعه محمد والمتصفين بمحبته والمهتدين بهذه مسيرته. اللهم توفنا على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته. اللهم انا نسالك توبه قبل الموت وراحه بعد الموت ومغفره بعد الموت. اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفسوق ومن الشقاق والنفاق ومن الصوم والبخل والرياء. اللهم اعصمنا من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونقي قلوبنا من الحقد والحسد. اللهم زد علينا بالرضا يوم اللقاء، ولا تجعلنا مع الاشقياء يا رب الارض والسماوات العلى. اللهم اختم بالخيرات اجالنا، وحقق بفضلك امالنا، وسهل بلوغ رضاك سبلنا، وحسن بجميع الاحوال اعمالنا يا رب العالمين. انظر الى بلدنا هذا بعين العنايه، واشرق في ارجاء شطر الهدايه، واهدنا الامه الى محاسن دينك، وفق العمل بسنه نبيك يا ارحم الراحمين. امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم وفقهم الى ما تحب وترضى، واجمع بهم كلمه المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. احقن دماء اخواننا في ليبيا والعراق وسوريا واليمن، وخذ بايدي المستضعفين في الارض. اللهم خذ بايدي اخواننا في فلسطين. اللهم سدد رميتهم واجبر كسرهم وفك اسرهم. اللهم عليك بالصهاينه المعتدين. اللهم رد عنا كيدهم وذل حدهم وامحو دولتهم
الا وحيد، يا صاحب كل فريد، يا قريبا غير بعيد، يا غالبا غير مغلوب، يا حي يا قيوم، اسمك يا الله يا كريم. انا فتعلنا في هذا اليوم المبارك ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا عيبا الا سترته، ولا كربا الا فرجته، ولا مريضا الا شفيته، ولا محروما الا اعطيته، ولا محروما الا اعطيته، ولا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا غائبا إلا حفظته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا عدوا إلا أخذته وقصمته. يا أرحم الراحمين، هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا الا عفوك، فاعف عنا، فاعف عنا، يا خير مقبول، يا خير مسؤول، اغثنا بغيثك النافع، لا تجعلنا من الخالدين، اغثنا بغيثك النافع، لا تجعلنا من الخالدين، اللهم نسألك ان تتقبل دعاءنا، وتسمع نداءنا، وتصل رجاءنا، اللهم اهد ذريتنا، واجعل هداة المهتدين، اللهم اعصمهم من اصحاب السوء، اللهم كنا في زوجاتنا وبناتنا، وارحم والدينا، وارحم مشايخنا، وارحم من علمنا، وارحم من علمنا، وارحم من توفضنا علينا، وارحم برحمتك جميع المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات، يا قوي يا متين، يا رب العالمين، صلي في الختام على سيدنا الانام، سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون.